بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نرى تمرين من اختبار الفصل الأول الثالثة متوسطة، هو مأخوذ من اختبار الفصل الأول في مادة الرياضيات. أنصح بالتلاميذ أن يقوموا بالمحاولة في إيجاد الحل، وبعد ذلك يشاهدون الفيديو الذي سوف يحتوي على الحل المفصل، ويرون أنفسهم إذا ما كانوا أجابوا بطريقة صحيحة أم هناك أخطاء. لنبدأ. قال A B C أعداد ناطقة، حيث أعطوا لنا A و B 1 على -4 و C 7 على 10. أحسب كل ما يلي: A زائد B و A ناقص C و A في B بين قوسين قسمة C. الآن سوف نبدأ. أولا قل حساب A زائد B. سوف نقوم بحساب A زائد B، معناه هذه A زائد B. نكتب هكذا: A زائد B تساوي A، قيمتها كم؟ ها هي، هي -3/5. نكتبها -3/5 زائد ب. ب هي كم؟ ب هي 1 على -4. 1 على -4. لاحظوا جيدا معي، هنا الناقص في المقام، هنا إشارة الزائد، هنا إشارة الواحد، لا توجد إشارة، معناه هنا في الأصل زائد، هنا في الأصل زائد، عندما لا ترون إشارة معناه في الأصل زائد. الآن لاحظ جيدا، زائد هذه الناقص التي في المقام هي التي تضع لي مشكل، معناه يجب علي التخلص منها. كيف أتخلص منها؟ الزائد على الناقص، القسمة، الزائد على الناقص في القانون يعطيك ماذا؟ يعطيك ناقص. الزائد على الناقص يعطيني ناقص، معناه تصبح تساوي -3/5 زائد، لاحظ جيدا كيف تصبح، الزائد على الناقص قلنا كم؟ الزائد على الناقص تعطي لي ناقص، -1/4 هكذا. لاحظ جيدا كيف أصبحت هكذا، كي تكون الأمور مفصلة، زائد على الناقص تعطي لي ناقص، هذا قانون، الزائد على الناقص تعطي لي ناقص. لماذا؟ لكي أتخلص من الناقص في المقام. لاحظ جيدا هنا، لاحظوا جيدا معي، هذه عملية الجمع، لاحظ، وهنا عملية الطرح، هنا عملية الجمع وهنا عملية الطرح. لاحظوا جيدا معي، هذا وحدة، هذا وحدة، وهذا وحدة. لاحظ جيدا، نعود إلى مثلا درس السنة الثانية متوسط، أقول لك مثلا -2 + -1، ماذا تفعل؟ تقول لي أحتفظ بنفس الإشارة، لأن لهما نفس الإشارة، أحتفظ بنفس الإشارة وأقوم بجمع مسافتيهما إلى الصفر، معناه تصبح -3. هذه الفكرة، هذا درس السنة الثانية متوسط. معناه هنا الإشارة في الناتج، الإشارة في الناتج هي الناقص، وأقوم بجمع ماذا؟ أقوم بجمع هذا الكسر مع هذا الكسر بطريقة بسيطة جدا، والإشارة في الأخير تكون ناقص، لأن لهما نفس الإشارة ولبينهما الزائد، وقلنا عند جمع عددين نسبيين لهما نفس الإشارة يكون الناتج نحتفظ بنفس الإشارة ونجمع المسافتين إلى الصفر. هذه قاعدة، معناه النتيجة بالسالب، لكي تكون الأمر واضحة، النتيجة بالسالب هكذا. ولكن لاحظ هنا لدي كسر وهنا كسر، وعند جمع كسرين
يجب أن نراعي إلى المقامات، يجب أن نراعي إلى المقامات. معنى إذا ما كان مقاماهما موحدين، معنى أربعة هنا أربعة هنا، نحتفظ بنفس المقام ونجمع البسطين. هذه هي القاعدة. معنى مثلا تكون لي واحد على ثلاثة زائد واحد اثنان على ثلاثة، لهما نفس المقام، نحتفظ بنفس المقام ونجمع البسطين، واحد زائد اثنان ثلاثة، هكذا. أما إذا كان مقاماهما مختلفان مثل هذه الحالة، ماذا أفعل؟ هنا أعداد صغيرة، نضرب المقام في المقام لكي أتحصل على المقام الموحد، أضرب المقام في المقام لكي أتحصل على المقام الموحد. لاحظ جيدا، أضرب المقام في المقام، لاحظ جيدا، هكذا، هذا الكسر الأول زائد وهذا الكسر الأول ناقص الكسر الأول، لاحظ، وناقص الكسر الأول الثاني. معناه ماذا فعلت هنا؟ لم أفعل شيء، فقط الناقص الأول تركتها هنا، والأقواس تركتهم هنا، ثم الناقص كسر الثاني تركتها، والأقواس تركتهم، فقط بهذه الكيفية لم أفعل أي شيء. الآن قلت المقام الموحد هو الكسر الأول، مقام الكسر الأول في الثاني. لماذا؟ لأن ليس أحدهما مضاعف للآخر، معناه خمسة ليست من مضاعفات أربعة. عندما يكون المقامين ليس أحدهما مضاعف للآخر، معناه نضرب المقام في المقام، هذه قاعدة. معنى أضرب هذين المقامين كم تصبح؟ هكذا المقام الموحد هنا خمسة في أربعة، ثم هنا خمسة في أربعة. معنى هذا المقام الموحد هو ضرب هذا العدد وهذا العدد فقط، وهنا كذلك. لاحظوا جيدا معي، لاحظ جيدا هنا، لاحظوا جيدا، خمسة، هذه الخمسة هي هذه، وهذه الأربعة هي هذه، لاحظوا جيدا هنا معي، معناه هذه الأربعة هي التي كانت لدي في الأول بطريقة بسيطة جدا. الآن تابعوني جيدا، هنا ضربت هذا المقام في أربعة، وعندما أضرب في المقام أضرب في البسط، هذه قاعدة. مثلما ضربت أربعة في المقام أضربها في البسط، والبسط لكم كان عندي؟ كان عندي ثلاثة، أكتبها مباشرة ثلاثة هكذا. وهنا أربعة هي التي كانت لدي في هذا المقام، في ماذا ضربتها أربعة؟ ضربتها في خمسة، معناه مثلما ضربت المقام في خمسة أضرب البسط في خمسة بطريقة بسيطة. وهنا كم كان لدي في البسط في الكسر الثاني؟ كان لدي واحد، سوف أكتبه هنا بطريقة بسيطة جدا، واحد. معناه وحدت المقامات لأنهما غير موحدين. عندما رأيت أن أحدهما غير مضاعف للآخر ضربت المقام في المقام لكي أتحصل على المقام الموحد. خمسة هنا ضربتها هكذا في أربعة، وعندما أضرب في المقام أضرب في البسط هكذا، هيا ضربت هنا أربعة وهنا أربعة بطريقة بسيطة. ثم الكسر الثاني، في ماذا ضربت أربعة هنا؟ في ماذا ضربت أربعة؟ ضربتها في خمسة، لأنني ضربتها في هذا، قلت لكم دائما هذه قاعدة. وعندما نضرب في المقام نضرب في البسط، معناه ضربت في المقام خمسة وفي البسط خمسة، ها هي في البسط خمسة والمقام خمسة. تقول لي أستاذ هنا مثلا خمسة جاءت في الأخير وهنا خمسة في الأول، الضرب تبديلي، الضرب تبديلي. الآن لنواصل، تساوي أ زائد ب تساوي، لاحظوا جيدا الكسر الأول كيف يصبح، هذا هو الكسر الأول زائد، لاحظ جيدا الكسر
الثاني الناقص سبق المقام كم أصبح 20 هكذا، والبسط 3 في 4 تصبح لي 12 هكذا، زائد الناقص سبق المقام يصبح 20 5 في 4 ثم 1 في 5 هي 5 وتساوي، لاحظوا جيدا قلت لكم من قبل أن مجموع عددين نسبيين سالبين نحتفظ بنفس الإشارة معناه الناتج سالب، ونجمع ماذا الكسرين هذا الكسر وهذا الكسر، بما أن مقاماهما الآن موحدين نحتفظ بنفس المقام، نحتفظ بنفس المقام الذي هو كم 20، ونجمع بسطيهما 12 زائد 5 بهذه الكيفية، ثم كم تصبح A زائد B تساوي النتيجة قلنا أنها سالبة، 12 زائد 5 هي كم 17 على 20، هذه هي A زائد B، لقد توصلت إلى الحل بطريقة بسيطة جدا. الآن الثاني A ناقص B، قال A ناقص B، الآن نكتب حساب A ناقص B، عفوا A ناقص C هكذا، الآن نقوم بعملية الحساب A ناقص C تساوي A كم هي؟ A هي ناقص 3 على 5 ها هي ناقص 3 على 5 ناقص C، C هي هذه 7 على 10 7 على 10، قلت لكم دائما عندما ترون مجموع عددين ناطقين أو كسرين نرى إلى المقام إذا ما كان مقاماهما موحد أو مختلف، هنا مختلفين ولكن هل أحدهما مضاعف للآخر؟ نعم 10 من مضاعفات 5، هنا تأتيني الأمور سهلة ليس كما في العملية الأولى، ما هو العدد الذي أضربه في 5 ويعطيني 10؟ هو كم؟ هو 2، وعندما أضرب في المقام أضرب في البسط، معناه تصبح العملية هكذا، في عملية الضرب الناقص لا داعي لحسبانها تبقى هي ناقص، 3 في 2 هو 6 على 10 ناقص 7 على 10 بهذه الكيفية. الآن لاحظتم أن المقام كيف أصبح موحد، بما أن المقام موحد أحتفظ بنفس المقام وأجمع ماذا أو أطرح البسطين، لدي ناقص 6 ناقص 6 ناقص 7 بهذه الكيفية تصبح هنا 10. الآن مجموع عددين لهما نفس الإشارة معناه نزعت لك 6 ونزعت لك 7، معناه كم نزعت لك في الأخير 13 هكذا بهذه الكيفية بساطة مطلقة، معناه عندما يكون لكم مقام أحدهما مضاعف للآخر لا داعي في ضرب هذا المقام في هذا المقام مثلما فعلنا في الحالة الأولى، وإنما أبحث عن العدد الذي أضربه في المقام الصغير ويعطيني المقام الكبير بهذه الكيفية. الآن حساب ماذا؟ A في B ناقص C بطريقة بسيطة معناها هذه، الآن نقول أن A في B بين قوسين قسمة C ماذا تساوي؟ A هي كم؟ A هي ناقص 3 على 5 ناقص 3 على 5 في B هي كم؟ 1 على ناقص 4،
قلنا هذه بي واحد على ناقص أربعة، لاحظوا جيدا، تساوي كم هنا في الأصل زائد، هنا نبسطها لأننا بسطناها في الحالة الأولى، والزائد على الناقص تعطي لي ماذا؟ تعطي لي ناقص، معناه تصبح ناقص على أربعة، ناقص واحد على أربعة هكذا، لكي مباشرة أكتبها ناقص واحد على أربعة. دائما دائما عندما ترون الناقص في المقام والبسط زائد الناقص نقوم بكتابتها في البسط مباشرة، إذا كانت لدي الزائد في البسط والناقص في المقام مباشرة أقوم بوضع الناقص هذه أضعها في البسط هكذا. الآن الأقواس كما قال في السؤال، قسمة ماذا؟ سي، سي كم؟ سي هي هذه، هي 7 على 10 هكذا، قسمة 7 على 10. الآن القاعدة ماذا تقول؟ تقول في حالة الضرب، معناه هنا سلسلة عمليات تحتوي على ضرب وقسمة ولكن الأقواس، الأولوية للأقواس، الأولوية لماذا؟ للأقواس، معناه نحسب ما بين القوسين بعد ذلك أحسب ما خارج القوسين. الآن عندي الضرب، القاعدة في الضرب ماذا تقول؟ في ضرب قصرين، البسط في البسط والمقام في المقام، هذه هي القاعدة، معناه هكذا 5 في 4 20 وناقص 3 في ناقص 1، ضرب عددين نسبيين، الناقص في الناقص تعطي لي زائد، هذه قاعدة، ضرب عددين نسبيين لهما نفس الإشارة تعطي لك الإشارة موجبة، هذه هي القاعدة، هذه هي القاعدة. الآن 3 في 1 كم؟ 3 في 1 هي 3، الإشارة موجبة لأن ضرب عددين نسبيين لهما نفس الإشارة، دائما النتيجة موجبة. لاحظ ماذا تحصلت؟ تحصلت على كسر قسمة كسر، والقاعدة ماذا تقول في كسر قسمة كسر؟ القاعدة تقول أنه ماذا؟ تقول أنه الكسر الأول اللي هو 3 على 20 يمكنني أن أحذف هذه الزائد، لأن الزائد نكتبها أو نحذفها إذا كانت هكذا، هنا في كسر في أول العملية يمكن حذفها. قسمة كسر، الآن كسر قسمة الكسر، تقول القاعدة الكسر الأول في هذه القسمة حولتها إلى ضرب، ولكن في الرياضيات لا أحول أي عملية إلى عملية أخرى بشرط أن أضع ماذا؟ القوانين، معناه عندما أحول هذه إلى ضرب يجب علي أن أقلب هذا الكسر، معناه الكسر الأول في مقلوب الكسر الثاني، مقلوب هذا الكسر هو ماذا؟ هو 10 على 7، هو مقلوبه 10 قسمة 7 بهذه الكيفية البسيطة جدا، معناها القاعدة في القسمة قسمة كسرين هي الكسر الأول في مقلوب الكسر الثاني، دونوا هذه القاعدة، هي مكتوبة على الكراس. الآن ماذا تحصلت؟ تحصلت على ضرب كسرين، وقاعدة ضرب كسرين ماذا قلناها في الشطر الأول؟ هي البسط في البسط والمقام في المقام، تصبح لي ماذا؟ لاحظوا جيدا هنا، يمكنكم ماذا؟ يمكنكم أن تقوموا بالحساب وبعد ذلك الاختزال، ويمكنكم الاختزال هنا مباشرة. لاحظوا جيدا ماذا أقول لكم، إذا كان لديكم الضرب، الضرب ليس الجمع ولا الطرح، الضرب يمكنني أن أختزل هذا الصفر مع هذا الصفر هكذا، يمكنني الاختزال، لماذا؟ لأن عندي حالة الضرب، لو عندي الجمع أو الطرح لا يمكنني الاختزال، فقط في حالة الضرب يمكنني أن أختزل الصفر مع الصفر والأصفار فقط، الأصفار فقط. نعطيكم مثال، مثلا 2 على 3 في مثلا 3 على 5،
هنا حالة الضرب، لدي حالة الضرب، معناه يمكنني أن أختزل هذه الثلاثة مع هذه الثلاثة فقط بهذه الكيفية. الآن لنواصل، تصبح لي العملية عندما اختزلت هذا الصفر أصبح لي 3 في 1 هي 3، وعندما اختزلت هذا الصفر أصبحت لي 2 في 7 هي ماذا؟ 2 في 7 هي 14 بهذه الكيفية البسيطة جدا. وهكذا نكون قد انتهينا من شرح هذا التمرين الذي يحتوي على الأعداد الناطقة للسنة الثالثة متوسط.